لكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال، حد يعمل في ضناه كده؟ عندك حق يا واد الشردة، كان هيضيع حالي في شربة مية الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيرة برضه، لكن أنا هعرف أربيه وأربي أهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن الهرنية بأنواعها المختلفة. تقدر تقول لي يا كمال إيه هي التايبس أوف هرنية؟ التايبس أوف هرنية بتبقى عدم المؤاخذة يا دكتور. تعال هنا ألف. إيه اللي بيحصل ده؟ أنت مين؟ وإزاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا أنا شردة. أنا يا معلمي. أوعى ألف. أوعى ألف وهو. تعال يا أخويا. انا في ملك الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابس لك بدله ثم الجامعه بتاعتك دي؟ انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى قول لي. اوعى مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس، عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يوميه، انما مش غريبه. ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس، دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكلية اهو، وصل سبع البروم. اهلا يا نهار، مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، اصلك وحشته قوي، واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا. زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكايه فيها ايه النبات؟ سايق اللي فيها الشرف من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وزيك يا حسن؟ لسه تقدر قرايب المسيله للدموع بالليل؟ ها؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ لا جرى يا نهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوعى من سكته. طيب خش فرده وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه؟ في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضره المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه يا اختي جاي يخطب بنتي، واخرة المتمة اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شردة. ماشي يا معلمي. اوعى يا اختي. استنى عندك انت وهو. فيها انا مش وقت. انا لما شفتك جبت البوليس. فضل عالظابط. جاي يتهجم علينا بيه؟ جاي يضربني هو الناس اللي معاه، واتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه.
مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا يا حضرة الظابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان. انا اللي ابني مش متربي. يا بابا امشي اخرج بره. انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شلة. يلا رجالة. عن اذنك يا حضرة الظابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضرة الظابط. مع السلامة يا فندم. ايه ده؟ مالك انهار؟ مفيش حاجة. عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج برا البيت. برا 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 برا. يلا عجبك كده السيشير ده؟ الحقيقة معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش أكتر مني يا ده الشير ده. على قدك أنا كنت ناوي أشفي غليلي. لولا أبوه كلنا بقى. أنت كلت من الأونطة دي يا معلمي ولا إيه؟ لو أنت فاكر صحيح إن أبوه ما يعرفش بالخطوبة وإنه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تأذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصة يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الأمر الواقع وتلاقي كتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلم. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، أو بالمختصر نخلص منه. هات صب. متخف شوية أبو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا بنت اخرس. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلي على النبي وبلاش تجيب سيره المركز دي يا دكتور. ما تبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا. وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك انت هو. الله والله العظيم اجيب منافله وانزل فيكوا تكسير. بس غلط هو. ما قدامك واس خميس. انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف يا دندان. اضحك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل. ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك؟ الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا الثلاثة المتعلمين اللي متنورين ضايعين. كل واحد مننا عنده مشكلة قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشة والوقت وقتك. ده بيتهيألكوا. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جاية من الهوا. فلوس مكسبها حرام. وده اللي مضايقني. هو انت في حاجة بتضايقك؟ ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين وتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول واعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك، علشان الحاجه اللي بريال بيعملها بثلاثه اربعه جنيه. الحاجه بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكره. بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور. صب صبيلي ابو كمال. خد اتنايل اشرب. ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازه خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازه. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجه، احنا هنكمل السهره بلوش. صحيح. انا سلام كده يا هادي. عشان سند الزمر. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى. مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيه يزعل. المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه
124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ أفندم امشي أنت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع أنت المرة دي، ها؟ خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ إيه أنتوا معكوش فلوس ولا إيه؟ بصراحة بقى لا. ولا أنا ولا أنت؟ آه. ولا أنت إزاي؟ أنا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا أخي؟ لازم البلاغم يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطة دي إزاي؟ مفيش غير حل واحد. أنا هعمل اللي أنا رايح الحمام، وهشيل سكينة الكهرباء، المحل هيضل. تسحبه وأنا وراكم. ها؟ طب وسمعتنا يا خميس؟ سمعتنا إيه وهباب إيه؟ إحنا عندنا سمعة. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وإيه السطح؟ يلا يلا، اتبلع السطوح. أنا آسف والله يا عبد الصمد أفندي يا أخويا، لكن أنت عارف ده شغلنا ودي مسؤولية. ايه في ايه؟ انا مضطر احجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبة البيت انهار السيد متولي طالبة الحجز. انهار ده احنا كويسين قوي مع بعض. والله انا لو معايا فلوس ما كنتش اتأخر. لا لا يا حاج باش محضر، وانت ذنبك ايه؟ اتفضل احجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق ابدا. يوهو كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه؟ راح يخطب بنت الجزار. إن ما كنت أجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي إزاي بس يا عمتي؟ أولاً أبوه طرده، ثانياً لما نحجز على أبوه يجي إزاي هو بس؟ مصير والصلح على أبوه وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عمتي، أنا ما أقبلش حاجة زي كده أبداً. المهم هحلها إزاي بس؟ أنا خايف لا يلاقونا. آدي يلاقونا فين يا ابني؟ ده قرارة 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجأة دي؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازاي؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفة المكواجي اللي في الحارة دلينا على الأستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك إنك لازم تيجي الكلية. أيوة بس هوري وشي للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكلية يا اخوانا. وأنت ذنبك إيه؟ راجل قليل الأدب. أنا رأيي من رأي الزملاء، ما حصلش حاجة يعني. ده ثابت ابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستاذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابصر. طب سلامه كمان. انا جاي معاك ابصر. كمان خميس. اهلا يا نمداني. اما جبت حته حشيش يا خلاص إيه؟ خالص. ايه مين دول؟ مخبرين؟ لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. لما جبت حته حشيشه. مع السلامه يا ابراهيم. مع السلامه يا سالم. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مصطفى؟ وادي يا كمال. وادي يا كمال، حضرتك بتندى عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يعني. الحقوا الرجاله، الحقوا الرجاله. اجري يلا شوف مين اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش انت. مات مات قتيل مات فطيس. تقدر تستلم المشرحة كمان؟ كمان اخويا كمان، والله العظيم نتهم منهم مشرحه. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس، تعالى يا خميس، تعالى. هو دول عبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي انت كمان؟ أنا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات أنت كمان. كمال، كمال صاحبي، كمال، كمال إزاي كمال؟ إزاي؟ أنت ولعتها المرة دي. تعالي هند. دي عاملة تعمليها؟ أقول لك كمال تقولي لي مات؟ آه أنت تقصد ده؟ آه يا أختي ده. أنا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثة إمبارح ومات، متأسفة. متأسفة؟ تموتيه وتقولي متأسفة؟ فطلع من دم، فطلع. عملوها فيك الأندالي، والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. انت لو تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعدك روح، هستنى لما يخلص عليا بس. مفعول. طب بس بس اخوة بس
بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما رمتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامه ان شاء الله يا ست مولا. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكليه. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكليه دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويله اللي قضيتها في الكليه تضيع عليا هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروحي الكليه وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل. انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطه. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكليه. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه يا فندم موجود، عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. مين؟ افتح بابك ما تشخطش. انت خميس؟ تقريبا. انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمه. تعالى معانا لقمه بس. اتفضل. انسى اللي فات، انا عايزك تنتظم في دروسك زي الاول. ان شاء الله يا دكتور. طيب مع السلامه. مع السلامه. نورة كمان وحشتني قوي. كمان وانت كمان. انا ما كنتش مصدق ان انا هلاقيك. ابعد عني. نعم ابعد عني دلوقتي عشان السواق واخد باله. انا هرمي لك ورقه وبعد شويه وطي خدها. ها انا بحبك. تعالى معانا، مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض عليا. حضرتك مين؟ خالد الفرنجي. خالد الفرنجي. طب وهتقبض عليا ليه؟ مش عايز كلام، كله قاعد في حاله. ما تعطلش وقتنا وتعالى معانا. سكروا عسكري. طب بس في ورقه وقعت مني هاخدها. اتفضل. ما تزقش. بتزق ليه؟ كمان. مين؟ انا خميس. خميس مين؟ خميس صاحبك. هلا. انا مش شايف حاجه. تعال اخش منك وتعال. خميس. خميس. ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي انا هاني. ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي انا خميس. ازيك يا هاني؟ ايه اللي جمع صحبتنا كده؟ البيت يا سيدي فتن علينا. وانا اعمل ايه بس؟ فجأة لقيت البوس عندي في البيت، والظابط بيقول لي مين اللي كان معاك ليلة السهرة؟ وأنا ما أعرفش غيرك أنت وخميس. الظاهر إن الساندي قالت لهم عليا. طب كنت تخرس وما تقولش. عامل لي ابن ناس يا ابن ال خميس. اخرس. كلم البيع عدل. أوعى تجيب سيرة عزوز والدندنة في التحقيق اللي يسحبوهم. تعالى أنت أهو. إيه ده؟ يتكلم مين العسكري ده؟ عايزنا إحنا؟ أيوة أنت. أطلب لي التحقيق. يلا. زق يلا. طيب كده. بابا كده يا هاني، ايه الاعمال البطاله عملتها دي؟ نمت على البوش يا بابا. معلش معلش. انما ايه اللي جاب حضرتك فجاه؟ هم قالوا لك في اسكندريه ولا ايه؟ لا اصل انا كنت بقيت بره. ها؟ لان اتخانقت خناقه كبيره جدا مع ست والدتك. ليه بس؟ انا خلاص هطلقها. يا عم تطلع مين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخلينا في الهبل اللي احنا فيه ده. ما تتكلم بس يا هاني، خلينا نروح بودنا. انا هشرح لسيادتك. عشت الفترة الأخيرة أيام عصيبة
يجب أن نتزوج وليكن ما يكون، فمن غير المعقول ألا نملك إرادتنا بأيدينا نحن المثقفين البالغين سن الرشد. انقذني مما أنا فيه نورا. يا نهار أبوك أسود، عايزة تتجوزه من ورايا؟ ده أنا أقتلها وأقتله. وده كلام يا معلمي، أنا محضر اللي هيأذي الواد. لا، أنا لو أذيته هتحبه أكتر. ومين قال إن أنا هأذي الواد يا معلمي؟ ما أنا هأذي أبوه، وبالطريقة دي الواد يتلبخ مع أبوه ويبعد عننا. بس أنت بقى من جهتك يا معلمي تهدي الجو شوية مع الست نورة وتعشمها إنك ما عندكش مانع إنها تتجوز كمان. كلام إيه اللي بتقوله ده؟ طوعني يا معلمي، طوعني، ده الصح. الحمد لله على السلامة. دوختونا عليك، بس براوة يا شباب، براوة انكم ما اعترفتوش علينا. الله نعترف عليكم ازاي يا جدع؟ ده احنا اخوات. اهي غمة ونزاحت. بقول لك يا عزوز، احنا جعانين واعين. الحقونا يا جدعان. انت معاك كام يا دندان؟ انا معايا 14 قرش اول عن اخر، اهو ننزل نشتري بيهم اي حاجة ناكلها وربنا يسهل. انا من الصبح بدري هنزل اسرح ولو اني عارف ان السوق واقف. يا رب بوظ كل الحنفيات والسفنوهات اللي في البلد. اللهم سد المداري. يا رب بوظ كل حاجة. عزوز ما تعالى يا استاذ احمد. بسرعة يا عزوز انزل اوام. انا في الاكل حمامي. خميس، قلت لك عايز اشتغل خميس. حاضر، هدبر لك الحكاية دي. يا رب ما بوظ السباكة. اللهم ما بوظ السفنوهات كلها. يا رب. ايوه يا اللي بتخبط. أفندم. أنا كمال. كمال؟ كمال مين؟ كمال اللي خميس قال الأستاذ عليا. أستاذ مين؟ الأستاذ بتاعكم، الأفندي يعني. قصدك لوسطة. لوسطة؟ أيوة لوسطة. اتفضل. أمال بسلامته فين حضرتك اللي حديله الدرس؟ همدهولك حالا، اتفضل. واد يا مجدي. أيوة يا ماما، تعالى عشان المدرس بتاعك جه. وليه مش عايزين لا مؤاخذة يا حضرت، أصله ليه متحبة؟ لا أبداً، كلنا كنا لمدين وإحنا صغيرين. إزيك يا حبيبي؟ حبيبك؟ أنت تعرفني عشان تقول يا حبيبي؟ الله يجازيك طارق. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعة مبكرة. بقول لك إيه يا حضرت؟ نعم. أبو مجدي كان قال لي اتفق مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي اوله شرط اخره نور. طيب جنيه في الحصه كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقول عليك لسه تلميذ ولا انت مدرس ولا حاجه. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كروم. والله بين البيع والشريف تحلى. الو منك اقول لا والارزاع لله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعندي فيك حق. ايه؟ انا موافق يا ست. خلاص، وانا عايزه الواد ينجح. واحد الله ما ينجح لك مخصوص. هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى، لا اديك تخلقتك بقى. خلق مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد. انت في سنة ايه يا مجدي؟ في السنة اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنة خمسة. ابتدائي؟ لا، هندسة، كلية الهندسة. ما تتكلم عادل. عامل لك ايه؟ ايوه في خمسة ابتدائي. اللهم طولك اروح. ومين سمعك؟ وبتاخدوا ايه يا مجدي؟ بناخد اللي في الكتب. ومالها مقطعة كده ليه؟ امال حلف السندوتشات فين؟